محمد المدن نائب رئيس جمعيه منقش حديقتي. حنا كنندوا بهاد السياج اللي داروا لنا هاد الناس هادو هنا، السياج اللي داروا لنا الحديقه، وبغينا هاد الفضاء يبقى فضاء عمومي، فضاء عمومي كيف كان في الاول، لان الدراري كيلعبوا بالطونتيني ديالهم بالبيكارات ديالهم هنا وداك الشيء. حنا كنا راسلنا الجهات المخصصه، مجلس المدينه ومقاطع رئيس مقاطعة وداك الشيء، قلنا نديروا لنا لي بانو هنايا على قبل حشاك الكلاب والمطر، لان المطر كيكونوا يضروا في الجردة وداك الشيء وكيعرضوا السلامه ديال الاطفال وديال الدري صغار للخطر، حشاك الكلاب كيكونوا دونجي هنا، داك الزبل ديالهم في المدرسه كتلقاه. ديروا لنا دي بانو لهذا الشيء هذا، والجردة راه خصو يتزادوا فيها الكراسه، خصو يتقاد فيها بشحال من حاجه، ما كتسقاش ما مقابليناش، الناس ديال الضو مقطوع فيها، راسلنا بشحال من خطره باش يجي يصوبوا لنا في الضو، الضو مقطوع فيها ديال درب النجمه. إذا كان تفاجئوا بهاد الناس جاو داروا لنا هاد السياج هذا هنا ودوروا هنا، ملي سولنا قال لك شي واحد خد الترخيص من مجلس المدينة وجا باغي يدير هنا شي لافوار، وحنا هاد الفكرة كنعارضوها نهائيا، إلا بغى يكونوا شي لعاب يكونوا لعاب مجانية، الأطفال كيف دايرين في جميع العمالات وكل شيء، وهذه حيد من هنا الكرياج، هاد الكرياج خصو يحيد، هاد التشييج هذا ما خدامش لينا هنا نهائيا. مؤخرا كان واحد المعرض هنا موقعات تابع لوزارة الصناعة التقليدية، كان الناس تبشروا به وفرحوا به وعجب الناس وداروا الناس وكيشجع للسياحة، ولكن هذا السياج هذا ما فهمتوش انا، بحال هاد البلاصه بغاو يقبروها ما فهمناش حنا هاد الناس هادو، علاش كيطمحوا علاش كيعلبوا؟ الجرده خاصها كراسه، خاصها تسقى، خاصها الضو ما شاعش فيها، خاصو يديروا دي بانو ديال حشاك الكلاب والماطر يتمنعوا، مو جاو داروا لنا السياج هذا هنا ودوروا قال لك باغي يديروا لافار شنو باغي يديروا هنا الله اعلم. شي يومين ولا ثلاث ايام جينا لقينا السياج، سولنا قال لك راه كاينه شي شركه غتنزل هنا غادي يجيبوا داك الشيء ديالهم بحال السيرك. وبشي ثمن ثمن اضعف الايمان غتكون 10 ولا 15 ولا 20 درهم، هذا هو اضعف الايمان ديالك. وهما يمكن ولم اظن هذوك اللي جاو اللي كاينين في واحد السيد عبد الرحمن اللي منهم الماروكومول باغيين يجيو، واش غادي يحطوهم ديبول؟ كيبان لي هذاك الشيء كبير على هنا بزاف على هنا، يعني جاو يحطوه من زمان غادي يحيدوا شجره ولا جوج ولا يحيدوا كاع الشجر يمكن والله اعلم 100%، او غادي يديروا غير ديبول ويحطوا فيهم هذاك الماتيريال ديالهم. حنا مرارا وتكرارا كنا راسلناهم على اساس باش يديروا العاب دري صغار اللي في متناول الجميع، بحال العنق بحال ليساس، فكلها فيها تيرانات ديال العاب الخرب وفيها العاب، والناس حاضينهم، كاينين الناس اللي يمكن في الماء حاضينهم، وكيمشي يلعب دري فابور وكيجيب حالاتو، هنايا ما كاين والو. كان قال لك حقا الجرده غادي تعاود لها لا ستركتور ديالها الهيكل ديالها عاودوها فعلا، هي هذه اللي كتشوف فيها. وشنو داروا؟ داروا واحد جوج العدد ديال الدراري الصغار، إلا بغيتي كاع نمشي نشوفوهم ديال القنب، إلا ما كانش عنده 10 سنين على الأقل ما يقدرش يلعب فيها نهائيا. وحنا شكون طالبنا؟ طالبنا بحال دوك الألعاب اللي كاينين في العنق، راه ما عارف كيجيب لنا كيلعب تاعي بوليداتو كيمشي في حالاتو، أو مثلا في بورغون فين ما مشيت في أي منطقة في ولاية الضرب كتلقى في حدا محكمة عين السبع، راه كاين واحد المنطقة قداشني فابور كيلعبو. حتى لينا حنايا وتجيب لنا واحد بالثمن حشومه، هذا راه ولاد الشعب وتمرعين ولاد المساكين، هذيك 20 درهم اللي غيدير بها هنايا راه يقدر يدير بها كاملة لولادو. اما اذا كان شي ثمن اللي مناسب 5 دراهم او 3 دراهم او هذيك ويتساعد مع الناس الدراوش ما فيها باس، ولكن راه ضروري من العاب قابور كي المناطق الاخرى في الولايه كامله، راه كاين مناطق اخرى خاويه بحال هذه تاهي فيها غير البافي بحال هكا، تاهم يديروا فيهم العاب، الا حطوا هذا هنا يتحط هذا هنايا ولا هنا بالثمن، يديروا مناطق اخرى ديال الناس اللي ما عندهمش شي خرج 20 درهم او 15 درهم او 10 درهم او حتى 5 درهم، يلقى فين يلعب ولاده، واللي عنده الفلوس يجي يدخل هنايا، واللي ما عنده فلوس راه يلعب في اللعيبات هنا، عطى الله فين كاين. خويا الناس جاو حطوا لنا الكرياج هنا، هادشي راه حنا ما بغيناش، وعندنا الناس مراد هنا في الدرب، وهادشي غادي يجمع لنا الشمكاره وغيجمع الشفاره، واش غنقول لك الناس راه ما هادشي الدرب ما باغينش هادشي، هاد كاع الناس ديال الحومه راه ما باغينوش، شادين هاد المساحه كلها ما خلاوش حتى الطريق ديال الشانطي من اللي راه عجتها جامع ما علم ما علم الساكنه ما عاجوا برقوا يتقبوا في الارض ويدي يدوروا في الكرياج، ما فهمنا حنا والو. هذه راه جرده راه حديقه ما تقايش بلاد ما تقايش حديقتي، والناس ما عندهمش فين يريحوا، راه كيريحوا هنا الناس الكبار والدراري الصغار كيبغيو يخرجوا بالليل يتبردوا من ديورهم كيريحوا هنا مساكن ما
والناس عندنا مراد شيء، هو الشيء اللي كنتمنوا من هذا الشيء يحيد في اقرب وقت. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.